درست الموضوع ده وايه القرارات اللي اتخدتوها في الموضوع ده في الملفات الفترة الأخيرة؟ الموضوع ده موجود، والنادي الاهلي دايما سباق. احنا عملنا النادي الاهلي قبلنا ماجي حتى، وقبل ما نبقاش موجودين في قطاع، ما نبقى موجودين في القطاع، النادي الاهلي طلع لعيبه في التشيك وما زالت موجوده، موجودين في معايشه في التشيك، ولسه عنده ان شاء الله في اوروبا حاجات تانية. بص يا محمد، لما يبقى عندك رئيس نادي تربوي ولعب كوره، انا بحب الكابتن الخطيب على المستوى المهني، يعني قول زي ما انت عايز، ملوش دعوه بالشغل، انا امشي بكره ما عنديش مشكله، لكن هفضل احب الكابتن محمود الخطيب والناس اللي بتحب تخدم كره القدم، والناس اللي كانت موجوده قبليه، الناس بتحب والناس الكره اللي هتيجي للكوره. بعديه. ليه؟ اما يبقى عندك رئيس نادي عارف يعني ايه كره قدم، انت متخيل بتتعامل مع لجنه كوره لعيبه كوره، لكن لما بتتكلم مع ناس ما لعبتش كوره كل حياتها ازاي تكسب فلوس، ما لهاش دعوه، هيبقى الموضوع صعب. الموضوع صعب جدا. في ناس بتبني لانديتها وبتخدم انديتها وعلى راسها كابتننا وكابتن مصر واسطورتنا كابتن محمود الخطيب، وانا بقول لك مش بقول كده عشان انا موجود في النادي الاهلي، هات كل احاديثي هتلاقيني طول عمري بحب كابتن محمود الخطيب، حتى لانه وانت في الامارات يا كابتن رياضي بدر. من الطراز الاول، نادي الاهلي نادي رياضي، رئيسه نادي رياضي، وبشجع الانديه اللي عندها رؤساء انديه، اللي عايز بقى عنده فكر يضيفه النادي ملوش دعوه انت موجود في الحدث ولا مش موجود، اللي بيخدم النادي ده بيخدمه يا محمد، وهو بره النادي مش بجوه النادي. مش معنى ان انا شغال في النادي الاهلي اخدم في النادي الاهلي، لو مشيت من النادي الاهلي بكره اي حاجه تخص النادي الاهلي انا هعملها، لان انا عارف ان في الاخر هتعود على مصر. انت اما الكابتن بيقول لك انا عايزك تعمل لعيب للفريق الاول، عمره ما دور انه يدور لك مين كسب بطولة أو 2005 عمل إيه أو 2006؟ إحنا عايزين نطلع فريق أول. عايزين نطلع لعيبه الفريق الاول، ما هو شايفينه حتى ما هو معظم قطاع دلوقتي شغلته كده، أحمد نبيل كوكا دلوقتي. لكن مش عايز اطلع لعيب انهزامي. بص بقى، مش عايز اطلع لعيب معدوم الهويه والشخصيه، انهزامي. بس هو بيتغلب ازاي؟ بيتغلب مع ناس، مع ابو محمد وابو ابراهيم وابو حامد، الناس الكبيره في السن.